حضرتكم عم تقولي لي متمسكين بترشيح النائب ميشيل معوض، ولكن بمقابلة أخيرة له رئيس الحزب دكتور سمير جعجع لم يستبعد، لبل كان أول مين أعلن دعمه لقائد الجيش جوزيف عون. المرشح أو منه مرشح قائد الجيش جوزيف عون لم يترشح، وبالتالي ومرشح طبيعي إيه، لم وبالتالي يقدر. لم يطرح اسمه حتى نكون نحن مع ولا ضد. قائد الجيش ما بيطرح نفسه عادة مثل ما شهدنا بالسنوات الماضية، بس إذا رجع صار في طرح لاسمه بزخم، بتمشوا فيه؟ أول شيء بتعرفي إنه نحن بدستورنا اللبناني إذا بدنا نتأيد في عملية تعديل للدستور تيقدر يترشح في سوابق بلا تعديل، في سوابق بلا تعديل. السؤال اليوم عم ينطرح هو ضمن الافتراضات إنه إذا بده يجي بطريقة يعني مثل فرض أمر واقع ولا غيره، ما منروح على، خصوصا أنه هو منه مرشح. فإذا ما في أي فيتو على أو عدم قبول باسمه. ويشهد له بخلال كل هيدي الفترة مناقبيته وعمله للجيش اللبناني آخر صمام أمان لنا بظل انهيار كل مؤسسات الدولة. فإذا ما عنا أبدا أي تحفز على اسمه. لكن فعليا إذا ما نمشي مبادئ ودستور ومؤسسات، ليس مطروحا، لم يتقدم باستقالته، وبالتالي منه اليوم محل يعني طرح أو مناقشة باسمه. مرسي. بدي روح لعندك سعادة حضرة نائب جيمي جبور، هل التيار الوطني الحر حاطت فيتو على قائد الجيش؟ بموضوع قائد الجيش العماد عون يعني لم يبدي إلى هذه اللحظة أي رغبة علنية بالترشح قائد الجيش، ولم يطرح هذا الأمر. نحن يعني نلتزم بما بخط بياني، هو أنه نحن لا نرغب بتعديل الدستور من أجل انتخاب أحد الموظفين وإن كان قائد الجيش. هذه الرغبة مش لسبب له علاقة بشخص العماد عون، إنما له علاقة ب إذا بدك احترام الدستور اللبناني يلي فصل بين الوظائف العامة وبين المناصب. يعني أنتم من حيث المبدأ ضد؟ طبعا ما له علاقة بشخص العماد عون. سيد نبيل بدر، إذا طرح قائد الجيش، حضرتكم كنواب سنة مستقلين تسيرون خلف قائد الجيش؟ اذا كان في نصاب يوم الخميس ملزمين نحن. سالتك عن قائد الجيش، بدي كمعارضه نلتف حول المعارضات الثانيه، والا بيقطع مرشح يعني الموالد. ما عندكم مشكله بقائد الجيش؟ نحن احكي لك عن قائد الجيش. قائد الجيش انا اعتبره هو مرشح طبيعي. اوكي. واعتبر ان قائد الجيش قاد المؤسسه العسكريه واداره بما يتناسب مع الظروف القائمه. طيب. وادى دوره كاملا. وبالتالي كموظف اعتبره يصلح لان يكون رئيسا للجمهوريه اللبنانيه. عظيم. في مشكله في مهل دستوريه بدنا نحترمها، في تعديل دستور لازم نعمله، نحن حاضرين. اوكي. بس هو كمرشح نحن ما عندنا ابدا مانع من انتخابه كرئيس الجمهوريه اللبنانيه. بس انا بدي اقول شغله كمان من الحوار، في نقطتين. اول شيء المشرع لما افترض ثلثين بالمجلس النيابي لم يفترض انه في ناس فيها تعطل الدستور كله والرئاسي وتفوت البلد بفراغ. اليوم الشغلة الثانية هي كمان ما افترض انه في نواب رح يعتبروا نشيل موظف فئة أولى نعدل الدستور كرماله ليعمل رئيس جمهورية. يعني هول الاثنين ببرهنوا عن تصرف مع الدستور ومع المؤسسات كوجهة نظر. بس مارك بدي جاوبني سريعا، إذا اسم قائد الجيش بالنهاية صار في نوع من ما بدي أقول توافق ممكن توافق أو أنه دفع باتجاهه، بتمشوا حضرتكم فيه؟ ننتخبه؟ لا حاسمة. أستاذ فيصل، كمان النائب السابق وليد جملاط أكثر من مرة بيقول أنه تجربة العسكر مش مشجعة، يعني هي تعتبر لا لقائد الجيش. خلينا نقول أنه تاريخ الحزب التقدم الاشتراكي بموضوع العسكر بالسياسي منه إيجابي كتير، من بعد تجربة أنه آخر تجربة إيجابية كانت تجربة الرئيس فؤاد الشهاب، من بعدها ما شفنا تجارب ناجحة بموضوع العسكر في السياسي. فهذا موقف مبدئي. من ناحية تانية موضوع التعديل الدستوري، ضمن المهلة الدستورية نحن طبعا ضد تعديل الدستور، لأنه نحن بمبدأ ثقة العالم بأي دولة مواصفات قائد الجيش قد تنطبق. هل هذا قرار بدها تاخده الكتلة ورئيس الحزب؟ مثل ما تفضلوا الزملاء، كشخص قائد الجيش وموقعه ودوره هذا كانتخاب لرئيس يعني لكل هذا الدور كانتخاب. طبعا هذا بتحتمه الظروف اللي بدنا نوصل لها، ظروفنا اليوم مش مطروح. هو مرشح طبيعي ما اختلفنا. أوكي.
لانه مش بس بموقعه مرشح طبيعي، كل ماروني اليوم مرشح طبيعي. سابت يعني معنا بس هو دائما يحكي عنه انه من ابرز المرشحين. لا لا انت ولا غدا، لا هو بالمرشحين الطبيعيين مثل مثل اي بس بتمشوا فيه اليوم دكتور ولا لا؟ نحن اليوم ما قربنا موضوع من هذه الزاويه لانه ما وصلنا للظرف اللي بيحتم علينا.